يكون وحدة موضوع يعني هو عكترة الشغل بجمعهم بيطلعوا بيشبهوا بعضهم اللوحات بس بيشتغل عدة مناخات بيشتغل طبيعة بيشتغل بعدة محلات بس أكيد بالمعرض ما فيك كل شيء تعرضه يعني ما فيك تلبس كل التياب اللي عندك تلبس تياب اللي فيك تمشي فيهم بمناسبة معينة يعني المعرض هو حالة فنية أو مجموعة فنية بتنسجم مع بعضها وبتقول شيء ما بيناقض حاله بتمنى أكون هيك يعني هذا النية إني أعمل هيك الشكل الإنسان ما بيحمل كتير ألوان بصير الواحد كأنه مهرج يعني المرأة ما فيك تلبسها إلا كم لون مختارهم أنت بشكل يعبروا عنها بشكل ما يخربطوا جمال الوجه والجمال الشكل الطبيعي اللي فيها عشان هيك فيها التقشف هيدا ومش تقشف هين اللون الأبيض منه لون حيادي لون كتير صعب ولون له تعبيريته وأنا بحس من خلاله عم بعبر عن شيء بيشبه الإنسان عنا بتأمله وبحبه للمورائيات وبحبه لللغز وبحبه للسحر وبحبه للاكتشاف القرية هي البيت جسمنا الكبير اللي بيحضننا اللي بيقينا من الشمس او من او بيقينا من البرد بايام الشتاء القرية هي قريتي وقريتك وقرية الانسان من وقت اللي وجد عم يحاول يجد له معنى تشكيلي بتشبه الحميمية بتشبه اليوميات اللي بيعيشها الانسان ببيئته بضيعته بين الحجر والتراب والشجر والمكان الولادة اللي بترعرع فيه هذا البيت هو جسمنا الكبير اللي متخبى فيه واللي متألف معه واللي منحن له من وقت لآخر الصورة اللي عم صورها رسمها الإنسان بالماضي رسمها بس بطريقته المختلفة بمادة مختلفة بشكل مختلف أنا مسؤول عن الماضي بلوحتي مشان هيك لوحتي منا مستقلة عن التراث منا مستقلة عن الرؤية عن الكتابة العربية عن اللغة السومرية عن اللغة الهيروغليفية ما في احذف هالشيء من اللاوعي طبعا لأنه هالشي موجود بالمتحف حتى نروح لي كمرجع ونحاول نستوحي منه ونحاول كيف وصلنا نحن للشكلنا الحالي كيف وصل البيت بالماضي حتى صار بيتنا الحالي بهالمادة الجديدة اللي عم نصنعها لوحتي هي معمولة بمادة جديدة بس الروحية هي ذاتها أنا عم بحاول أجد لها الشكل حديث عم بحاول اختزلها بدون ما أكرر الماضي عم حاول اختزلها بدون ما أقول شيء سبق أنه حدا قاله